الذكاء الاصطناعي، وهنا بقى هيصححنا فيها دكتور أسامة، الذكاء الاصطناعي بيقدر يجمع هذه الخبرات. يعني انا النهارده لما اخش على ذكاء اصطناعي قوي اللي احنا بنستخدمه شخصيه زي تشات جي بي تي ولا بارد ولا حاجات زي كده، هو عنده قدره مهوله زي ما بيقولوا كده للولوج الى كل ما كان مؤلفا وما هو موجود ومطروح على الشبكات، فهو بيكون وجدانه زي ما انت كونت وجدانك، وتقدر تديله بالبرومبتنج اسئله كتير. يعني افتكر انا كده بتكلم صح، بقعد اساله انا عايز استخدمه مظبوط، يعني بتجربتي الشخصيه اسال كتير قوي قبل ما تطلب منه منتج. فانت هتقعد تسال وهو بيدور ويطلع لك اجابات، ويدور ويطلع اجابات، فاصبح في عنده وجدان ما او عنده حصيله ما، فبيدي لي منتج. بقى المنتج يطلع روائي او يطلع علمي، دي حاجه تانية. وهنا ده سؤال، نفس السؤال اللي بطرحه لمينا، هل نستشعر خطر على الروايه، على الشعر، على القصه؟ هل يقدر الذكاء الاصطناعي يعمل ده؟ هو احنا عشان نرد على السؤال ده لازم نفهم الاول هو هيشتغل ازاي، وهيشتغل ازاي في الحته دي، مش هيشتغل ازاي جينيريك، لان جينيريك دي قصه يعني عايزها تقريبا 500 حلقه من هنا النهارده. فانا دلوقتي احنا في جيل اللي بدا، وحضرتك زي ما تفضلت تشات جي بي تي، مش مهم تشات، المهم جي بي تي، جينيريتيف بري ترين ترانسفور، الذكاء الصناعي التوليدي التحويلي. الذكاء الصناعي التوليدي التحويلي ده بدا انه يعمل حاجه، هو زي ما حضرتك تفضلت في مقدمه البرنامج كده، هو اغلى حاجه في الدنيا هو المنتج المكتوب، التكست، الكلام. حتى ما هو الكلام في الاخر ايه يعني؟ ما هو الكلام ده منطق كتابه. انا النهارده فكري وفكرك، تعليمي وتعليمك، تخاطبنا، مشاعرنا كلها بننقلها ايه؟ علمنا، كله كلام في الاخر. فهو اشتغل على دي وبدا بالتكست جنريشن، اهم حاجه قبل ما يبدا بتوليد الصور وتوليد الفيديوهات اللي هي دي بدات برضه. فركز على ده قوي. النقطه الثانيه، هل الجيل اللي موجود دلوقتي هو ده الجيل الاقوى؟ اجابه لا. احنا ما زلنا اجيال الذكاء الصناعي ثلاثه. احنا في الجيل منها اسمه نارو اي اي او الذكاء الصناعي الضيق. الذكاء الصناعي العام ده هيبدا خلال شهرين ثلاثه، لسه ما جاش. الضيق اللي موجود دلوقتي بدا يتعامل مع الكتابه ازاي؟ انه زي ما حضرتك تفضلت برضو، هو انطرح له ملايين المراجع، منها ما هو ادبي وعلمي، ومنها وتعرض لكل ده في تدريب مكثف لسنين بقدرات حوسبيه فائقة، بمعنى فائقة. والحاجة التانية اللي جنبه هو كلمة احنا بنقول عليها parameters. parameters عندنا معناها ايه؟ معناها عدد الوحدات اللي انت بتقدر تفكر بيها في وقت واحد. هو وصل في الجي بي تي 4 ل 1.75 تريليون. مش بليون، مش مليار، تريليون. وده رقم مهول. حلو؟ احنا المخ البشري فيه مليار، ده بالتقديرات اللي موجوده في الشبكه العصبيه. فهو عدد البارامترز كبير قوي. طيب لو انت شفت تشات جي بي تي، وحضرتك واضح من كلام حضرتك البرومبتنج وان حضرتك استعملته وعارفه حلو قوي، وهو بيجيب لك الردود، انت مش بتاخد بالك ان هو بيكتب الحروف الكلمات كده شمال يمين وتانيه كرها كده وهو ماشي بالشمال يمين؟ لانه بيشتغل ازاي؟ زي مخ حضرتك كده لما بتيجي تركب كلمه، انت بتقول كلمه وبعدين تفكر مين اللي يجي بعدها، مين اللي يجي بعدها، مين اللي يجي بعدها. هو بقى ذكاؤه في ايه؟ انه بيعد الكلمه دي احتمالات اللي يجي بعدها في الموضوع ده، لان في حاجه تانية اسمها مورفولوجيكال سيمانتكس اللي هو رابطها بالمحتوى وسؤالك اللي في البرومبتنج. جت كم مره؟ يبقى احتمالاتها الاعلى انهي كلمه تيجي تبقى الافضل بالنسبه للسياق دلوقتي، واللي بعدها ايه دلوقتي ربطا بالمعنى. فهو هيبدا يولد محتوى. طب المحتوى ده زي ما تفضل كده أستاذ مينا، في مشاعر بشرية؟ لا. في حس وجداني بشري؟ لا. ألف قصص؟ ألف. بس ألفها قصيرة قوي في المحتوى، وعملها كرتون عشان مش محتاجة كذا كذا، نزلت ساوث باكست وتعمل الكرتون تأليف الذكاء الصناعي مكتوب عليها كده مؤلفة بقبل الذكاء الصناعي. هل يقدر يمشي في المشوار ده إنه يعمل نص كامل كبير؟ لا. حتى تاريخه لحد دلوقتي، حتى تاريخه تمام؟
لكن هل في اجيال جايه هتعمل نصوص كبيره؟ حتما في. الله. لان اللي موقف الذكاء الصناعي دلوقتي حضرتك هتستغرب حاجه غريبه، الطاقه. يعني ايه؟ يعني بقى في قدرات حوسبيه ضخمه جدا، وفي ما يسمى الجي بي يوز اللي بتعمل القدرات الحوسبيه الضخمه جدا، بس مش لاقي لها طاقه يشغلوها بيها. لان بيقولوا دلوقتي ان على سنه 2030 الذكاء الصناعي بياخد 60% من الطاقه اللي على الارض عشان يشغل المخ بتاعه اللي على مستوى سطح الكره الارضيه. لانه ما فيش مجال تحلم بيه على سطح الارض مش هيدخله الذكاء الصناعي. طب، زراعه، سياحه، كل حاجه تخيلها في الدنيا. الذكاء الصناعي من بدا توليدي، انا دايما اي مؤتمر كده اقعد فيه اقول لهم كلمه واحده، دي اسمها تكنولوجيا خطه من اول السطر. يعني ايه؟ يعني دوله ناميه، دوله متقدمه، دوله كذا، دوله كذا، كله هيحط راسه في ده، لان اللي مش هيحط راسه مش موجود. ومصر بدات وحطينا تكنولوجيا. اول مره في حياتنا نركب القطر في اوله، في اول محطه. بدات، ما فيش وزاره في مصر ما قعدناش حطينا لها استراتيجيات. في مصر بدءا من المجلس الوطني الذكاء الصناعي اللي موجود في وزاره الاتصالات لكله. طب النصوص، وبدءا من ان احنا بدانا نحط في المعالجات في مجلس النواب دلوقتي حقوق الملكيه الفكريه للنص الادبي اللي هيطلعه الذكاء الصناعي تبقى ملك مين؟ اللي كتب برومبتنج زي ما حضرتك قلت كده، هو ده يبقى بتاعه، ولا بتاع الاي اي؟ عارف حضرتك الاي اي دلوقتي تشات جي بي تي 4 لما بيطلع لك ملف وورد ولا ملف باوربوينت برزنتيشن، لما تدخل عليه من جوه في الانفو كده تلاقيه بيقول لك ده تم انتاجه من قبل الذكاء الصناعي واتعمل بلغه البايثون، مكتوب جوه لغه البرمجه اللي هو انشا بيها. فاصبح حتى في تشريعات لانهم عارفين ان ده جاي. الجيل الثاني من الذكاء الصناعي الجنرال، هقول لحضرتك برضو هيبقى فيه مشاعر، هيبقى فيه جزء صغير مش كبير. ليه؟ هم رايحين لحاجه اسمها مالتي موداليتي. يعني ايه مالتي موداليتي؟ يعني الشات جي بي تي بياخد من حضرتك تكست كبير قوي، لو عرفت تديله ايمج بياخد ايمج. لكن الاجيال الجديده عايزينها تاخد من حضرتك تكست وايمج وصوت وفيديو، وتتفاعل مع كل دولت زي البني ادم ما بيتفاعل مع كل دول. هو احنا حواسنا كلها دلوقتي ما هيتنقلت للماشين. حضرتك بتشوفه عنده كاميرا، حضرتك بتسمع هو عنده مايك، حضرتك بتلمس هو عنده ديجيتايزر، حضرتك بتشم هو عنده كيميكال سنسورز، كل الحواس بننقلها له. لكن احنا الخلق الرباني بتاع حواسنا ارقى.